رمضان كريم، ازيك؟ وحشتوني جدا، وكل سنة وانتم بألف خير. النهاردة انا بشرب مية برمان، سيبوه ساعتين قبل تشربوه. مية تشربوا مية كتير علشان الصيام، وتعوضوا كل نقص المية، وكمان مفهوش كالوري خالص. الجو دلوقتي الساعة 12، بصوا الجو مغيم، اسبوع ممطر، الجو رجع برد تاني بعد ما كنا صيفنا خلاص. بعمل دلوقتي شوبينج اونلاين، زي ما شفتوا الجو برا مغيم ومطر وبرد. النوتيلا من الحاجات اللي بحبها قوي، لكن بالنسبة لي في حاجات لما اشتريها ما بعرفش اوقف اكلها. هل انتوا زي كده؟ في حاجات معينة بتخافوا تشتروها عشان لما بتشتروها ما بتعرفوش توقفوا اكلها غير ما تخلصوها؟ انا النوتيلا بالنسبة لي كده، في حاجات كتير على فكرة بالنسبة لي كده، فبحاول انا اتفادى مشتريهاش اساسا. هنا بشتري حليب لوز مش مسكر، محتاجة علبة واحدة عشان بجيب كذا نوع حليب، فتبقى علبة واحدة كفاية. معلق شوية، نجحت خلاص جبته. اشتريت زيت ده جديد، بيقولوا ان هو الفات فيه اصح من زيت الزيتون وبتحمل حرارة. هعمل لكم فيديو المشتريات الجديدة. دلوقتي انا بفرزن موز، حطه في كيس، عصرة ليمون حطه في الفريزر في اي وقت عاوزه في السموذي، بعد رياضة احط عليه بروتين، اولادي بيشربوه في ميلك شيك، روعة. هحضر فطاري النهاردة بحاجة يمكن اول مرة اعملها على القناة، وهي الكينوا. السبب ان انا عملته ليكم ان انا حطيت صورته في الانستجرام، وكلكم طلبتوا مني اعمل لكم طرق مختلفة ليه عشان انتوا بتحبوه، او يمكن في ناس حابة تجربه بس مش عارفة ايه الطريقة تبتدي بيه ازاي. الكينوا انا النهاردة عملته ترياكي، جمبري ترياكي او موح من الترياكي. يمكن انا مش بروفيشنال او في الطريقة، لكن طريقة سهلة ما بتاخدش كلها على بعض، انتوا مش متخيلين كلها على بعض تاخد 15 دقيقة تلت ساعة كل الاكلة. انا هنا حطيت جنزبيل، بشرته وقطعت فصين توم، فلفل وجزر رفيع، بصل اخضر عشان هحطه في الاخر، اي حاجة عندكم يعني انا كان موجود عندي يعني. وده جمبري، ده كان في الفريزر، طلعته يسيح وصفيته من المية اللي فيه. حطيت صويا صوص، زيت سمسم، توم، جنزبيل، ومعلقة كبيرة عسل، وملح وفلفل. انا صويا صوص اخترتها ملح قليل، الملح يمكن ما استخدمهوش بس حطيته جنبي احتياطي. حطيت فلفل اسود، التوم والجنزبيل بس سبت شوية علشان اعمل بيهم خضار. حطيت العسل كله، معلقة عسل نحل كبيرة، قلبتهم مع بعض، واحط عليهم الجمبري. هقلبهم تقلبتين واسيبه لغاية ما اعمل الكينوا يكون اتبل شوية. ده الكينوا، الكمية المناسبة ليا هي نص كوباية، ولأي حد البورشن المناسب نص كوباية. تحطي ضعفها مية، تحطيها في الحلة عادي، تحطي عليها يعني نص كوباية، حطيت عليها كوباية مية. لو هتعملي كوباية الفردين يبقى تحطي كوبايتين مية، الضعف على طول. طريقتها سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة يعني، انتوا مش متخيلين هي سهلة، اسهل حاجة في الدنيا. بتفتحوا عليها النار وتخلوا لغاية ما تغلي والمية تقل. اول ما المية تقل شوية وتبتدي تغلي كويس، تغطوها وتسيبها تستوي على نار هادية. الكينوا اللي مستو، كتير بيسألوني الكسكسي احلى والفريك الرز، كله حلو، مفيش حاجة احسن من حاجة، مفيش حاجة بتخسس احسن من التانية. كل لو كان الكمية المظبوطة لكل فرد، لو هو عاوز يخس مثلا اقل من احتياجه هيخس، مفيش حاجة اسمها احسن من تانية، كلهم حلوين. لكن الفكرة ان الواحد بيحب يغير عشان ما يملش، يعني مش هقعد اكل رز مكرونة عيش، رز مكرونة عيش، لازم اغير، اكل شوية فريك، اكل شوية كسكسي، كينوا. نرجع لموضوعنا، الكينوا ليه طالع في كل حتة دلوقتي؟ بقاله تقريبا كام سنة كده مكسر الدنيا، لان هو فيه نسبة بروتين اعلى من الكاربس التانية. نسبة البروتين اللي فيه 15 بالنسبة للنص كوباية، نص كوباية هما تقريبا 40 جرام، 40 جرام يعني نص كوباية فيها 15% بروتين، فيها 100 كمية كلها فيها 144 كالوري للنص كوباية.
حلوة جدا. تغيير ممكن نحطها على السلطة، ممكن نحطها على نرشها على الخضروات، ليها طرق كتير ممكن تاكل كحلو زي البوريتش كده. هبقى اعمل لكم الطريقة ازاي كتغيير وتاخدوا بروتين غذاء كويس، وهي الكينوا مفيدة مغذية جدا جدا جدا، وتتباع دلوقتي في كل حتة. يعني حتى اعتقد ان في الدول العربية كان ناس كتير قبل في سوبر ماركتس كبيرة، يعني حتى في مصر في سوبر ماركتس كبيرة بتتباع كينوا. ليها الوان واشكال، وفي منها الاحمر، لكن انا بفضل اكتر واحد الابيض، لكن الالوان التانية بحب ساعات برضو يعني ادخلها على الابيض كتغيير. زي ما انتم شايفين المية اول ما غليت استناها شوية كده بس تقل شوية، يعني المية تقل شوية، وبعدين اوطي النار واغطيها واسيبها تستوي. هي ما بتاخدش يعني كلها كلها بتاخد 15 دقيقة، ما بتاخدش اي حاجة. وبعدين هنا سخنت الطاسة، حطيت عليه الجمبري على طول. انا هنا حطيت يمكن نص معلقة زيت عباد شمس، ولان زيت السمسم هحط منه في الاخر عشان اخد الطعم بتاعه من غير ما يروح مع السوا كتير. هحمر الجمبري بس كده على بسيط واطلعه من الطاسة علشان ما ينشفش مني. هحط الخضروات ومعاهم الجنزبيل والثوم اللي احنا كنا سيبناهم نصهم في الاول لو تفتكروا، هحطهم واقلبهم، وبعدين احط الجمبري تاني معاهم، واحط اللي حطيته ده زيت سمسم عشان انا عاوزه طعم زيت السمسم يظهر في الاخر، يبقى ظاهر لي في الاخر بدل ما احطه في الاول ويروح طعمه ونكهته. هحط الكينوا دي الكميه كلها، وحطيت البصل. الجمبري ده 100 جرام، ال 100 جرام الجمبري هو الكميه المناسبه لكل فرد، تقريبا 7 8 جمبريات متوسطين. وعاوز دلوقتي اقعد معاك اقول لكم كلام من القلب او فضفضه. كتير ناس بتشوفني دلوقتي ما كانتش تعرفني قبل كده بحكم الحمل الولاده، كنت اتخن كنت اضخم، ما كانوش يتخيل انا كنت اتخن من كده. كتير لما اخرج معهم صحباتي يسالوني او نكون مع بعض مثلا هناكل ايه، يلاقوني بختار الاوبشن الصحي، فيقول لي ليه هتخسي اكتر من كده، هتروحي فين اكتر من كده. فالناس بت اعتقادها ان الاكل الصحي فقط علشان نخسي بيه، وان الاكل الصحي ده حاجة مملة وطعمها وحش وشكلها مش حلو، وان الناس بس بتعمله كخطوة تخس فيها وبعد كده تقف بعد كده. انا بالنسبة للاكل الصحي هو بقى بالنسبة لي بحبه جدا، بستمتع بيه، لكن انا برضو باكل كل حاجة، مش بحرم من نفسي في حاجة، لكن بختار ايه اللي اكله وايه اللي ما اكلوش. في اعتقادي ان الاكل كله زي بعض، كلهم نفس المقادير، لكن هو الاختلاف فقط بين الاتنين، وهي شعرة صغيرة انا اطبخه او اكله ازاي. يعني الاتنين زي بعض، الاكل كله زي بعض، لكن الفرق ان انا اكل صحي اكله ازاي. كمان احب اقول نصيحة، الناس لما تحب ما تعقدوش قوي الموضوع في الخساسين، ما تحطوش لو حطيتوا استرس جامد على نفسيتكو ان انتوا هتعملوا الدايت ده ومش هتخسوا وتتعبوا نفسيا. انا عارفة ان الموضوع مش سهل، لكن في نفس الوقت هو سهل ممتنع. استمتعوا بالاكل، اكتشفوا طرق جديدة للاكل الصحي عشان تستمتعوا بيه، اقروا عن الاكل، خلوا عندكم ثقافة غذائية اكتر علشان تبقوا فاهمين بالظبط انتوا ليه بتاكلوا ده. تاني حاجة حطوا لنفسكم خطة، خطة بسيطة جدا
لكن امشوا عليها بحذافيرها، هو ده المهم. ما تصعبوش الخطة عشان ما تعرفوش تمشوا، يعني تعملوا اسبوع وتقطعوا الدايت. اعملوا خطة بسيطة للدايت بتاعكم، اختاروا الخطة اللي تناسبكم وتكون بسيطة ابسط ما يمكن، وامشوا بيها بحذافيرها. على هي دي بداية الدايت، السهل والبسيط والدقيق، او زي ما بيقولوا عليه ايه، بدقة. تمشوا عليه بدقة لكن في نفس الوقت بسيط. هخلص الفلوج هنا دلوقتي، جرس الباب. طيب هخلص الفلوج هنا، ولو حابين اكمل دردشة عن الاكل الصحي وحاجات كتير عنه اكتبولي تحت، اعمل لكم دايما دردشة زي دي. وسؤالي ليكم النهاردة، انتوا بتاكلوا اكلكم ازاي؟ اكتبولي تحت، يعني بتاكلوه صحي، جانك فود، جاهز، ماما بتعمله، في المطاعم، بتحبوا تاكلوه من اي بلد؟ اكتبولي قصة، يعني تاكلوا اكلكم ازاي بالظبط. حابة اسمع ذوقكم في الاكل. كان في كذا حد سألني من متابعيني مش بيوصلهم فيديوهاتي، مش عارف السبب ايه، لكن ممكن اقول لهم دوسوا في علامة الجرس تحت الشاشة، لو ضغطتوا عليها يجيلكوا على طول ان الفيديو نزل فتقدروا تشوفوه في ساعتها. السلام عليكم ومع السلامة.